قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتقديم تعازيه ومواساته إلى القيادة والشعب التايلاندي الصديق في وفاة الملك بوميبول أوديلياديج ملك مملكة تايلاند الصديقة، وذلك في القصر الملكي في العاصمة بانكوك. وسجل سموه لدى وصوله إلى القصر الملكي كلمة في سجل التعازي الرسمية، أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه القلبية ومواساته العميقة لصاحبة الجلالة الملكة ستريكي وجميع أعضاء العائلة المالكة وحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديقة على الخسارة الكبرى بوفاة صاحب الجلالة الملك بوميبول أوديلياديج ملك مملكة تايلاند. وأكد سموه أن اسم الملك الراحل سيظل خالدا لدى الأجيال القادمة لجهوده التي بذلها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ربوع العالم، ولدوره في أن تتمتع بلاده بما وصلت إليه من تقدم وتطور كبير.